احنا برضو كان في كانت استاذ عبد الفتاح ومدام الاستاذ عبد اكرام الفتاح واستاذه رضا. واستاذه رضا. كانت بس بنتها عندها صدفيه وهي عندها 30 سنه، ويعني اتشالت من بعض الاماكن ولكن لسه موجوده في الكوع وعند هي دي بقى الرجلين. مشكله الصدفيه، ان المشكله بتاعت الصدفيه ان احنا ممكن نعالجها ونرجع نلاقي بعد كده اصور بعض انها ترجع في اماكن تانية. والصدفيه مشكلتها انها ممكن تصيب الجسم كله من اول فروه الراس لحتى هي ممكن اصابع تكون القدمين. وراثيه يا دكتور؟ يعني نعم؟ ممكن تبقى وراثيه، يعني لو في الام او الاب او في لا، ما الجد انا قلت مش لحضرتك ان وراثيه. النظريه بتاعت الوراثه دي مش مدعمه علميا، اوكي تمام. لكن بشكل عام هي مشكله مؤرقه، وعاوزين نقول بقى يعني ايه، نفتح امل كده ومجال جديد للناس لا اللي احنا عندهم عايزين كل نقول وصفه صدفيه. بقى دلوقتي عشان للاسف وقت الفقره خلاص هنقول انتهى، بسرعه فنقول وصفه الوصفه بقى. مهمه جدا لمرضى الصدفيه، هيجيبوا ارثوذ، لان الارثوذ ده بيحفز الغده الفوق كظريه، وبالتالي بينشط او بيزود من انتاج الكورتيزون الطبيعي، اللي هو بالتالي بيهدي من الاثار النفسيه والاثار نتيجه الحكه بتاعه الصدفيه. الارثوذ، البابونج، لافندر، وبنفسج. لحق بحاول اكتب بسرعه، بحاول اكتب طيب. بسرعه. وحاجه اسمها الحلفبر. الايه؟ الحلفبر. حلفبر. الحلفبر. ايوه. وشواشي الذره. وايه؟ عارفه الذره اللي احنا دكتور بناكلها؟ يا دكتور انا بكتب معاك، عايزاك تراعيني. شواشي. شواشي الذره. شواشي الذره. ما انا هقول لحضرتك، مش انت كده ساعات بيبقى نفسك تطلع على الكورنيش، فبتلاقي الراجل بتاع الدورة اللي واقف على الكورنيش ده، الشواشي دي اللي هي القش اللي بيبقى الخضرة دي اللي من بره؟ لا مش هي دي، اللي هو الأصفر بقى، اللي هو عامل زي الشعر الأصفر. ايوه. دي من اقوى علاجات الكلى، وبتنظف الكلى وبتنشط الكبد، اللي هي شواشي الذره دي، ومضر بولي قوي جدا. طيب دكتور ماشي، خلينا نعيد عشان في حاجات فاتتني. مهم. احنا قلنا عرقسوس وبابونج وبنفسج والحلفه بر وشواش الذره ولافندر. ولافندر 50 جرام من كل حاجه. هنجيب 50 جرام من كل نوع، ماشي، ونطحنهم ونخلطهم على بعض، وهنشربها بمعدل 3 مرات في اليوم زي الشاي الكشري، ولمده 3 شهور متواصلين. مهم جدا بقى، اللي اهم من التركيبه الداخليه دي، ان احنا هنجيب زيت اللافندر وزيت البنفسج وزيت البردقوش وزيت البابونج. الاربع انواع دول من الزيوت مع زيت الزيتون، هنخلطهم على بعض بنسب متساوية، بحيث ان ندهن اماكن الصدفية. على بس تدهن مش تشرب؟ لا، ما دي زيوت. أوكي. الزيوت دي حضرتك بتستخدم لوكا. لا، اللي مروه قالته ده ايه؟ ده مشروب. ده مشروب، ده حاجة تانية. دي الوصفة اللي هتتشرب. دي الوصفة اللي هتتشرب. نقول تاني، الدهان هنجيب زيت اللافندر وزيت البنفسج وزيت البابونج وزيت البردقوش وزيت الزيتون، الخمس انواع دول بنسب متساوية، ونخلطهم على بعض ونرجهم قبل الاستخدام، وندهن اماكن الصدفيه في اي مكان في الجسم، مع مراعاه ان احنا نشرب المشروب ده بمعدل 3 مرات في اليوم ولمده 3 شهور، حتى وان كان المريض اتحسن. ده مهم جدا. معلش حاجه سريعه بس اقولها لمريض الصدفيه كوصايا، ان هو يحاول يبعد عن الحاجات اللي فيها نسبه بروتين عاليه، يبعد عن الالبان والاجبان ومشتقاتها، وياخد البيض، ياكل البيض اللي هو بياض البيض، ما ياكلش الصفار بتاع البيض. مهم جدا انه يبتعد عن الالبان بمشتقاتها، ده ان شاء الله هيساعده ان هو يقضي على الصدفيه.